ومن الآلات النوبية القديمة الطنبور، آلة وترية تتصنع من المواد البسيطة، خشب عشان صندوق الصوت بيتشد عليه جلد جمل، والعمودين من الصنط، في الحجم هي أكبر من السمسمية وبتعتبر الأب الروحي ليها. الفرق إن الطنبور له حوايا والسمسمية ليها مفاتيح. الطنبور محتفظ بعدد أوتاره الخمسة زي ما هي، لكن السمسمية وصل عدد أوتارها في بعض الأماكن ل25 وتر. ومع إن الطنبور ما عادش بيستخدم في الأغاني النوبية وتم استبداله بالعود، لكن عم أحمد عبد الماجد لحد النهاردة بيصنعه وبيدرس العزف عليه للأجيال الجديدة. كان عندي 10-15 سنة كده، كنت بروح أقعد مع واحد راجل يعني في نفس الجزيرة هنا في هيصة، هو بيعزف إزاي وكده. مرة في مرة هو قال لي خد درب كده شوف. قعدت أمسك الطنبور وأعزف، راح عملها لي واحدة ليا، بقيت أعزف بقى تعود على عزفي. هو أهم حاجة اليد ده، أعلم عليه أتعلمت. وبعدين شاركنا في فرقة نوبية زمان، وزمان عندنا سيادتك أستاذ أحمد ما كانش في مسارح، كان يجيبوا 3 دكك كده، الفنان يقعد في نص الدكة والدكتين دول الكورس بيقعد يرد، وهنا في النص بقى كان في نفرين بيغيروا بعض دور بيرقصوا رقصة نوبية رقصة معينة برضه، والكورس شغال الفنان بيغني والكورس يرد وراه. كان كده زمان، كان الكورس عبارة عن الجمهور كله اللي موجود، كله كان بيرد. هو ده بالنسبة للكنوز. والفجيتشات زمان كان يقفوا كده زي مغزه طابور كده صف اسمها العراقيد، كان بيغنوا فجيتشه بقى ويغيروا بعض في العراقيد، والفنان يقول بالدف، وفي طنبور اللي يرد بقى اللي واقفين كله. وده بيلعب ايه؟ مقامات ايه؟ راست مثلا؟ الكنزي اغاني بتاع بورسعيد برضو، بيقول يا بيوت السويس والحاجات دي يعني بتاع اسماعيليه وكده الكنزي. والفجيتشة طبعا بيغني سوداني على نوبة فجيتشة. طب ليه الطنبور اختفى من الفرق المزيكا النوبية اللي شغالة دلوقتي؟ عشان الأورج، في نغم الطنبور في الأورج نفسه، الكيبورد، الأورج اللي بيعزف الفنانين دول في نغمة دي يعني مثلا واحد زي أستاذ محمد منير في أغاني كلمات بالطنبور يجيبوا في الأورج بقى بدل ما يود الطنبور ولا يعزف. فهدات العود والطنبور اللي ضيعوا العود والأورج اللي ضيعوا نسبة الطنبور دلوقتي. كان موجود لحد سنة كاملة ايه عادي في الفرقة دلوقتي؟ هو لقايد سبعينات. السبعينات؟ سبعينات بقي ايه فرق ظهرت، والأورج والعود والكانون والحاجات دي جيتار ودي، فالطنبور محدش كان بيفتكر فيه. فأنا كمان لما بنازف كنا بنازف في البيت، الزباين أجانب يحتموا بالعالة دي، هم زي ما بيقول بيروح في المعابد عندنا بيشوفوه مرسوم الطنبور في المعابد، عندنا في فيلة برضو مرسوم.